شنو اليوم ايش سويت لها السياره؟ بدلت الدبلات اربعتهن. شوف ايش علوها صارت. طبعا هاي كانت لهنا هيك شويه تاير ماشي طامس الدبل، وبدلت تايرات ذني اثنين. طبعا المفاجاه يعني تايرات بس الاماميه بدلت. بس الامامي الورا زينات نظيفات بهم بعد عمر سنه اكثر ماشي. بس المفاجاه شنو؟ ايه فنك هذا التاير شنو؟ زي صناعته غير ميشيلان وين هي؟ تعال قرب هنا واقرا ميدن شنو؟ ميدن تركي، صناعة تركية. شنو؟ قحط يعني تايرات اللي خلالك تركية؟ تفاجئت انا بامريكا تاير تركي؟ يعني انت هسه بدلت تايرات وشنو بعد؟ بدلت تايرات ودبلات اربعتين واكو شيء كان بيها كلش مو زين. الاكسل الخلفي بيجبن اثنين متفطرات وزيعات الدهن يعني ميتات كلش. وبعد؟ بعد اسبوع جاي سوي البنزات الورا اثنينات اللي صايرات ورق ما باقيات ورق. ايش قد كلفتك التايرات والشبن؟ تايرات واربع سيت كامل دبلات والشبن مال الاكسل الخلفي 1500 دولار. هنا الغراض هاي يمكن بالعراق ما تكلف لها 500 يمكن هواي. هنا الغراض رخيصه. اي انا لو اعرف اصلح كلهن ذني ما يكلفني 500 دولار. طب هنا الفيتر لما يريد يصلح لك السياره مالتك يعني يمكن اذا الغراض ب 500 ياخذ 1000 له شغليده. لانه الفيتر هنا اي مهنه هنا بالساعات يحسبها بالساعات. ايش قد يعني فتحه الويل فتحه الدبل الى اخره هاي يحسبها كليتها بالساعات. وساعات مالتهم غاليه يعني مو مثل الساعه مال العامل. العامل ساعته 15 دولار 16 دولار كل فيتر الساعه مالته ثلاث اضعاف هاي 50 دولار 100 دولار فوق. شوف يعني جد لربما يكون 100 دولار الساعه مالته لانه يعتبر هذا فني. بهالشكل تكون التصليح هنا يكون غالي. يعني انا اعرف مثلا خياط هنا اصدقائي يروحوني مثلا بنطلونه طويل او كذا هيك يعني بس يكف الهي قرمه الهي ياخذ من عنده 25 دولار 20 دولار. يا بقول له انا ما اشتريته وانا ارخص اشتريته. اقول له هو هذا هو انا هذا شغلي. فهنا يعني هي دائما المهن تكون يعني شغلها كل زين. هاي سياره البريوز قبل فتره انسرقت الصالنصه مالتها ما صورت يعني للتصورها بس وديناها وبدلنا لها صالنصه. هي هاي مال بنتي كبيره السياره. ايش قد صار من اشتريناها هاي؟ كم سنه صار؟ صار لها من 2021 اي 2020 كنا احنا بغير ولايه واجينا الكارلس باس سكننا كنا بانتاريو اوريغون. واول ما اجينا هي كانت عندها سياره قديمه كلش باعتها هناك بذيك الولايه. واول ما اجينا بالصدفه لقيت عند احد المعارض كان يعارضها للبيع واشتريناها من عنده. خوش سياره هي البريوس هاي اقتصاديه يعني تصرف بنزين. سياره صغيره بس هي ما بيها متانه. هو اسمه جوزيف واحنا اللقبه نسميه جوجو. هذا ابو علي خفاجه وزوج بنتي عنده هذا الحلو الصغير اليوم عنده عيد ميلاد. What's your name? What? هذا روبرت ابن جعفر بنت جعفر مريم ونرمين كبيرة موجودة هنا. هذول ثلاثة عنده جعفر. جعفر ابني يعني عنده ثلاثة أولاد بنتين وولد. هذا اليوم عيد ميلاده. هذا أصغر واحد من احفادي ونرمين اكبر واحد باحفادي وهذول كليتهم احفادي. احد التعليقات لفت انتباهي على فت كلمه قالها بالتعليق ماله حسن السعيدي. يعني تحياتي لك حسن السعيدي. اكثر كلمه لفتت انتباهي هي انه يقول بقناتنا. صحيح هي قناتكم يعني انا جدا سعيد انه هذا الشعور عندكم انه هي قناتكم. بس الملاحظ قناتكم هاي اللي دا تشوفوها دخلت على هواية أشخاص. يعني أنا عندي ما يقارب يعني مئات الفيديوهات. لقيت عدد اللايكات اللي منطينها والتعليقات على القنوات مالتنا فتشي يعني والله ما أعرف ليش هالشكل. أنا بالنسبة إلي الأرباح مال القناة موقفها. إذا تلاحظون أنتم تشوفون ما عندي أرباح بها. أنا موقف الأرباح
لغاية لي أبي نفسي، ما محتاج الأربحاني ما للقناة، هاي واحدة. اثنين يعني شخص صار له 4 سنين هو على اليوتيوب ومتابعني من زمان، وعدد التعليقات 13 تعليق، عدد الإعجابات منطي 5 قلوب، ما عدا كم شخص أكو فوق 200 يعني. هاي شنو هاي؟ يا هاي سكول مالي ايش هاي؟ ونينج ما شنو؟ ما هيك تركض ما يعني شنو تركض وبعدين فاز بالانجلش انجلش رانينج نو ليتس جو جست جو تيل هيم ذس هيز بيرنتس او يا اوكي باي واي هي يو دو وذ ا ستيك Yeah, he hit me with his hand, not with the stick. And what did he say? What did he say? He said nothing. Is that him? Yeah, that's him. Alright, I want to see you go talk to him. Go. No. You're a big boy, go. No. You're a big boy. Ask. Why did you hit me? Yeah, you go. صديقنا انت تقصد هاي الجهنميه، هاي مزروعه بالسندانه، شوفها جابوا لي اياها قبل فتره وهديه جابوا لي اياها وخليتها هنا مزرعه اللي ازرعها هنا، يعني تكون هي ويا السياج هذا، يعني هي راح ترتفع. انا اعرف قصدك شنو، ذولا جيراننا ثالث بيت باوعهم، هاي زارعين من عندها، شوف ايش قد عاليه صايره. هاي من تصير عاليه واخليها هنا وراح تسد علي، هذا منظر من هنا كلش حلو، تجيني شمس، هواء يدخل للبيت، يعني هاي منظر هنا اشوف هاي المنطقه بيها جبال هذيك ايش قد حلوه اني اشوفها، وهاي ايضا هنا همينه منطقه جبليه ذيك فوق وبيها بيوت، فهذا المنظر من هنا كلش حلو، يعني ان اذا اخليها هنا على السياج ازرعها راح تسد علي يعني الطريق ما راح اشوف. وشيلاخ هنا جبت هذني النباتات ورود باعتبار هسه صار عندنا ربيع وزرعتهن هنا. هذا كليته زرعته من هناك اللي جايبها. هذا كليته طلع ورد. هاي الشتلات هنا زرعتهن. هذا اللاين الاخ وزرعت هنا انا ايضا همينه، هذا اكو نايلون دقيته بالحائط لانه نباتات تجيني من الجيران، الجيران عارفين الحديقه مالتهم، فهذني اللي زرعت هنا هنا. I'm not talking with you, Bobo. David, I want to ask you some questions, okay? So firstly, what grade are you in? Preschool. How old are you? 5. How much do you know English? A lot. What's your favorite color? Blue. Do you love your brother? Yes. Yeah. Are you excited? I love your brother. Yeah. Okay. Do you love your cousin Boo Boo? Yeah. Are you guys best friends? Yeah. Good boy. Yeah. High five. Oh, high five! Refreshing. اهم شيء تروحون على الفيديوهات القديمه، كل فيديو تعطونا لايك 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 او قلب 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 على راحتكم. احد الاصدقاء يسال يقول بلكي تصورنا سوق مال الحيوانات او يعني شيء من هالقبيل، يعني سوق الغزل مال امريكا. امريكا ما بيها سوق غزل، يعني شوف هسه هذا الساحه، هاي الساحه، هاي الساحه مسوينها خاصه فقط للكلاب. هاي اللي عنده كلب يجيبه هنا يمشي ويقوم يلعب ويقوم يركض هنا. فإذا شخص عنده كلب يريد يبيعه مثلا، اكو مكانات خاصة هي مسموحة فقط هاي اللي تبيع الكلاب، مو اي شخص يقدر يروح يبيع الكلب ماله او يبيع اي حيوان عنده. وهذولا من يبيعوهن يسمونها تبني، يعني يتبناه، ما يسوونها عملية بيع وشراء وشي من هالقبيل، لأنه على الفيسبوك إذا أنت عندك حيوان مثلا بس على الفيسبوك تنشره ما يتقبل الفيسبوك رأسا، ينطيه ديليت ويقول لك هذا ممنوع أنه أنت تبيع تجارة الحيوانات. فقط أكو مؤسسات
يعني هاي المؤسسات تعنى بشؤون الحيوانات فقط. هي هاي من خلال هاي المؤسسات انت تقدر تتبنى حيوان، اما نوبات مثلا بيناتهم الناس واحد يبيع للاخ ممكن، يعني هالشكل ممكن يبيع، بس كعلني ما تقدر انت تبيع. شوفكم هاي الشجره ايش قد حلوه، هي مو حلوه من فوق، هاي عباق زيتونه بس باوع من هنا ايش قد حلو. شلون صايره؟ تحياتي لكم. لهنا انتهى الفيديو مالنا، فيديو سريع سويته تعريفي، يعني اكو بعض الاشخاص سألوا علي انه ما عندك عائلة وما عندك اولاد، فهذا اللي كان من الفيديو. فقط ضع اعجاب او قلب على الفيديو. مع السلامة.